السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موضوع اليوم. عاد ملف تحويل عطلة نهاية الأسبوع إلى السبت والأحد بدل الجمعة والسبت للواجهة، بعد أن أودع رجال الأعمال طلبا رسميا لدى الحكومة لمراجعة عطلة الويكند بسبب خسائر بالمليارات تتكبدها المؤسسات والهيئات الرسمية وحتى المتعاملين الاقتصاديين نتيجة وقف العمل يوم الجمعة، لا سيما على مستوى الشبابيك والموانئ والبنوك. وطالبت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين الحكومة باعتماد رسميا يومي السبت والأحد كعطلة نهاية الأسبوع لتقليص الخسائر التي تتكبدها الموانئ والشبابيك والبلديات، والتي تتوقف عن نشاط يوم الجمعة في الجزائر، في حين تستمر بقية البلدان وتنشط، وخاصة بدول الاتحاد الأوروبي. وضمن المقترحات التي كشفت عنها الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين قبل أيام، فإن الحكومة مطالبة اليوم بالعودة إلى نظام العطلة الأسبوعية العالمية يومي السبت والأحد لمنع الخسائر، وكذا مراجعة قيمة العملة الوطنية الدينار من خلال تحويل 10 دينار إلى 1 دينار، أي إلغاء صفر من العملة، وهي أحد الحلول التي يلح عليها الخبراء في كل مرة لاسترجاع الدينار الجزائري جزءاً من قيمته المفقودة في السوق، وأيضاً للتمكن من احتواء أموال السوق الموازية والتي تم تقديرها مؤخراً بحوالي 50 مليار دولار. ودعا أرباب العمل الحكومة إلى معاقبة الإداريين المتسببين في البيروقراطية على مستوى الإدارات والرسمية، واقترح أرباب العمل استحداث 10 مدارس وجامعات تقوم بمنح شهادات دولية معتمدة. ولقد اجتمعت منظمات أرباب العمل مع وزير الصناعة محمد باشا لمناقشة مختلف الملفات المعرقلة للاستثمار والتي تشغل بال المتعاملين الاقتصاديين، وطالبت الوزيرة بتسليمه مقترحات كاملة حول الملف. وصلنا إلى نهاية الفيديو، نتمنى إن شاء الله أنه نال إعجابكم الموضوع اللي تناولته اليوم إن شاء الله، به تشجعوني باش نجيب لكم إن شاء الله إلى حب الله عز وجل الجديد في جميع المواضيع. ما تنسونيش بالإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. ما تنساوش تفعيل الجرس وهو الزر الذي في الأسفل، تضغطوا عليه تجيكم كما قلت تختاروا في الأعلى يعني جميع الجميع. دمتم في رعاية الله وحفظه.